اهلا بحضراتكم مره تانية. نهدى بقى كده ونركز في ماتشنا. تمام، شفنا الاحداث كلها ويعني نقلنا لحضراتكم كل التفاصيل، فعايزين نشوف ايه الاخبار اللي بتتعلق بالاهلي النهارده من خلال ترند الاهلي والحسابات الرسميه المختلفه على السوشيال ميديا، احصائيات بقى وارقام وجانب تحليلي وتوقعات للتشكيل. كل الامور دي هنتطرق ليها خلال ترند الاهلي. نبتدي بحساب جول على تويتر واللي بيقول ان الاهلي والوداد نهائي دوري ابطال افريقيا الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره في مركب محمد الخامس. الاهلي من اجل انجاز لم يحدث من قبل باذن الله. الاهلي يسعى للتتويج بالبطوله للمره الثالثه على التوالي. موسيماني واللاعبين يسعون لكتابه تاريخ جديد للقلعه الحمراء. هيحصل ان شاء الله باذن الله، لان احنا عندنا فرقه قويه وعندنا لعيبه بشخصيه مميزه جدا في الملعب، ولعبنا على الملعب ده كتير وعندنا خبرات كبيره وعندنا رصيد كبير جدا من الالقاب. ف امكانياتنا تسمح، امكانياتنا تسمح ان احنا نكسب رغم كل الظروف. تعالوا نروح لحساب دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه على تويتر. قال لك مباراه واحده من اجل المجد، من يحقق الذهاب في النهائي؟ يعني بيطرحوا تساؤل، لان طبعا هي مباراه كبيره في كل الاحوال. الاهلي فريق تقيل بتاريخ كبير، في المقابل انت بتلاعب فريق الوداد فريق تقيل بتاريخ كبير بعناصر جيده على مستوى الجهاز الفني وعلى مستوى اللاعبين، والامور جيده بالنسبه لهم. فريق طبعا له كل الاحترام والتقدير، يعني فرقه قويه وصلت النهائي يبقى فرقه قويه، فبالتالي الماتش هيبقى صعب جدا جدا. نتوقع مين؟ انا دايما ما بحبش اتوقع، لان دايما مباريات نهائي يعني، لكن يا رب يكون التوفيق حليفنا، يا رب تكون فرصنا افضل خلال احداث المباراه كفرص فوز، يا رب نستغل الفرص اللي ممكن تتاح لينا، لان كل فرصه هتتاح للنادي الاهلي في الماتش ده بظروفه هي فرصة من ذهب، فرصة غالية. طبعا دي لقطات من مران الأهلي امبارح، اللعيبة الحمد لله جاهزين وطمنا من فاروق على الجزئية دي، وفي معاد محمد عبد المنعم ده المران زي ما حضراتكم شايفين وجوه اللعيبة واضح جدا ان في تركيز كبير جدا، وفي طبعا الجدية طبيعي تبقى موجودة. الجدية مش موجودة النهاردة هتبقى موجودة امتى يعني؟ ففي كل الأحوال ان شاء الله يكونوا موفقين. الاداره عملت اللي عليها، جمهور النادي الاهلي عمل اللي عليه على مدار الفتره اللي فاتت دي كلها من خلال ايه؟ مسانده كبيره، وحتى في الازمات اللي حصلت من الاتحاد الافريقي كان جمهور النادي الاهلي هو حائط الصد رقم واحد من خلال السوشيال ميديا، وشفنا ازاي الترندات والهاشتاجات اتعملت ازاي، وكنا رقم واحد على مستوى العالم، مش كنا ترند رقم واحد على مستوى العالم مش بس في مصر. فالجمهور عمل كل اللي عليه، الناس المحترمة اللي حضراتكم شفتوهم دلوقتي أعضاء مجلس الإدارة ورئيس النادي عملوا كل اللي عليهم. يتبقى إن الجهاز الفني للنادي الأهلي واللاعبين يعملوا كل اللي عليهم في مباراة النهاردة ويموتوا نفسهم في الملعب بلغة الكورة طبعا، ويقدروا إن هم يجيبوا لنا البطولة. هم عملوا برضو كل اللي عليهم على مدار فترات كبيرة جدا كلها فاتت، لكن إحنا أولاد النهاردة، إحنا ولاد النهارده عايزين نكسب ان شاء الله من خلال لعيبه النادي الاهلي الرجاله اللي هيعملوا ان شاء الله ماتش كبير النهارده. طيب تعالوا نروح للوطن الرياضي. الكابتن محمود الخطيب للاعبي الاهلي قبل مواجهه الوداد، كونوا على قدر المسؤوليه. هيكونوا على قدر المسؤوليه ان شاء الله، لعيبه يعني عندها خبرات كويسه وعندهم مسؤوليه، عندهم مسؤوليه. المسؤوليه لوحدها بتكمن في انك لابس تيشرت النادي الاهلي، اللي هو ايه تيشرت النادي الاهلي ده؟ اللي هو وراه ملايين من عشاق النادي الاهلي، مش في مصر بس ولا الوطن العربي بس ولا الشرق الاوسط بس، لا ده في العالم كله. فان شاء الله باذن الله هنكون او هيكونوا اللعيبه على قدر المسؤوليه وتشرفونا النهارده. طيب يلا كوره. ثنائي الاهلي على اعتاب انجاز تاريخي، وانا على فكره اتكلمنا في الموضوع ده امتى؟ اول امبارح صح يا رجاله؟ اتكلمنا فيه اول امبارح وقلنا ان قفشه والسوليه يعني في النهائيات بيجيبوا اهداف مميزه ودورهم بيبقى بارز جدا، والسوليه جاب في ثلاث نهائيات، قفشه جاب في نهائيين منهم جون طبعا ده ما تنسيش يعني. فبالتالي قال لك في حال تسجيل قفشه والسوليه سيصبحان اول لاعبان في تاريخ القاره السمراء يسجلان في ثلاث نهائيات متتاليه. السوليه سجل في ثلاث نهائيات بس ما كانوش متتاليين، سجل في ماتش الترجي لو تفتكروا هنا في القاره اللي خسرناه او اللي خسرنا يعني مجموع المباراتين خسرنا اللقب يعني. لكن امام الزمالك الاثنين هدفوا، امام كايزر تشيفز الاثنين هدفوا. يتبقى النهارده مباراه الوداد باذن الله الاثنين يهدفوا ان شاء الله ويعملوا انجاز يعني فريد من نوعه. طيب خلينا نروح لحساب يلا كوره برضو اللي بيتوقعوا تشكيل النادي الاهلي النهارده، واللي قالك التشكيل
بيتمثل طبقا لتوقع يلا كوره. قال لك محمد الشناوي في حراسه المرمى، خط الدفاع علي معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني في نص الملعب، حمدي فتحي، اليو ديانج قدام، احمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، والمهاجم تيرسي تاو. ده مجرد توقع حتى يا جماعه، لو التشكيل معروف احنا مش عايزين نقوله كقناه نادي طبعا. ليه؟ لان احنا اكتر ناس حريصه ان احنا نكون في ظهر الفرقه، وما يعني ما نحاولش ان احنا نكشف اوراقنا يعني. طيب المصري الرياضي، موسيماني يستقر على الدفع بقفشه امام الوداد. وارد ان قفشه يبتدي، وارد ان يكون ورقه رابحه مهمه قوي بالنسبه لك على الدكه، على حسب مجريات المباراه تقدر تستخدم قفشه، لكن ادرى واحد بالتشكيل هو الراجل ده، هو الراجل ده. ان شاء الله يكون موفق النهارده. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا.